أهلا وسهلا بكم في القناة، أهلا بكم مشاهدي الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم بحول الله موعدنا مع وصفة يعشقها الكبار والصغار، رائعة في المذاق بصلصة بنينة ولذيذة. فإذا كنتم أول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم، هذه هي الوجبة باش تعملوا اشتراك وتنضموا إلينا القناة، وشغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات مجرد ما تنزل في القناة. ولكنتو من الأوفياء القناة تنجد الترحاب بكم. اللي ترغب في وصفات بدون الروبوت ثيرموميكس يدخل صندوق الوصف يشوف رابط قناة رشيد الشيف لطيفة، تنتقسم معكم فيها عدة وصفات بدون الروبوت ثيرموميكس. دوزو نكتشفوا المقادير وطريقة تحضير هاد الصلصة وهاد لي بات بالروبوت ثيرموميكس. حاجتنا صلصة البيستو اللي تنديرو فيها 60 غرام تاع جبل بارميزون، تنديرو في البول ونبرمجو 15 ثانية سرعة 7 باش نهرمشوه. من الأحسن البارميزون يكون مطحون جديد، تتكون الرائحة تاعو لذيذة وبنينة في ليباط. نحطوه جانبا في سيزليفة ونديرو في البول الريحان، 80 غرام تاع الريحان، من الأحسن يكون عضوي. نزيدو نص معلقة صغيرة تاع الملحة أي نوع، أنا هنا استعملت الهيمالايا، واحد فص تاع الثوم، و40 غرام تاع الصنوبر، يمكن لكم تعوضوه باللوز أو بالقرقع، واحد 60 غرام تاع زيت الزيتون. نسدو البول وندوزو نبرمجو 20 ثانية سرعة 6 باش نطحنو الكل. تنجمعو الجناب دائما، نديرو كل شي في الوسط باش يطحن متساوي. وغادي نزيدو الجبن اللي حطيناه جانبا، نسدو ونطحنو 30 ثانية سرعة 7، وهكذا تيكون البيستو تاعنا وجد. صلصة البيستو اللي تنطرفوها في قريعات وتمكننا نحتفظو بها مدة طويلة في المجمد أو في الثلاجة، يكفي أننا تنغطيوها بزيت الزيتون وتتبقى معنا مدة طويلة، فهي متعددة الاستعمالات، تجي رائعة وبنينة وتمكن لنا نهديوها أيضا. غادي ندوزو نديرو هاد لي بات اللي تجي ولا أروع في المذاق تاعها بهاد صلصة البيستو. تنغسلو البول وتنديرو فيه 70 غرام تاع جبن البارميزون، كمية تتبقى حسب عدد الأشخاص، وتنبرمجو 8 ثواني سرعة 8. نطرفو جبن البارميزون اللي طحنا جانبا، من الأحسن دائما نطحنو الجبن البارميزون على يدينا. نطرو 200 غرام الماء، نسد ونغلي الماء، ندير 10 دقائق حرارة 120 وسرعة 2. الملح، شوية زيت زيتون 20 غرام، 350 غرام سباكيتي، ونبرمج 10 دقائق. حرارة 100
اتجاه معاكس والسرعة 1. نزيدو البيستو نزيدو شوية بارميزان ونبرمج دقيقة اتجاه معاكس المعلقة تنزيدو واحد رشة تاع جبن البارميزان لتزيدو بناء لهاد لي بات ونزيدو ايضا واحد المعلقة تاع البيستو صلصة البيستو الرائعة وواحد شوية تاع زيت الزيتون وهكذا البنات تنوصلون ديرو جميع وصفة تعشقها الكبير والصغير وهي وصفة ليبات اليوم بصلصة البيستو تنغيرو بها الصلصة الحمراء اللي تعودنا نديرو بها هاد أنواع ليبات فإلي عجبتكم الوصفة جربوها وإلي عجبتكم ما تبخلوش عليها بالبارتاج واللايك ووضع تعليقات بارتاجي الوصفة مع الأهل والحباب باش تعم الفائدة بالصحة والراحة وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.